حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. تبدأ الآن مراسم التتويج. أيزينا في أشواط الرموز. هنا يتقدم السيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند لينتزع الشلفة الفضية لطرب في سن الحقائق البكار. فتهانينا للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وهنا يتقدم بن هدوان لاستلام الخنجر للنمر الذي فاز في الشوط الرئيسي. الشوط الرئيسي للحقائق القعدان. فتهانينا لعلي بن عبد الله بن هدوان المري على انتزاعه للخنجر الفضي. تهانينا ايضا لبن هدوان على فوز النمر وانتزاعه للخنجر الفضي في شوط الحقائق القعدان. هنا يتقدم السيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل ليستلم الشلفة الفضية لليرموك لهجن التحدي. وهنا حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مضمر اليرموك التي فازت بالشلفة الفضية في سن اللقاية البكار. فتهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل ولعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني ملاك هجن التحدي. التتويج الآن للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مالكي خداع الذي حقق الخنجر الفضي في شوط اللقاية القعدان. تهانينا والناموس أيضا للمضمر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. وهنا أنجال الخيارين في لحظات استلامهم للخنجر الفضي بعد انتزاع اليرموك وحصوله على أو خداع عفوا لانتزاعه للخنجر الفضي للجذاع القعدان. هنا يتقدم تميم بن سلطان بن غانم الهديفي وناصر بن حمد بن غانم الهديفي لاستلام الشلفة الفضية لسلسال التي فازت بالشوط الرئيسي للجذاع البكار في مهرجان التحدي. تهانينا لحمد بن غانم الهديفي مالك سلسال. وهنا حمد بوفريح المري أيضا يرفع هذا الرمز عاليا. تهانينا والناموس. هنا لحظات ومراسم التتويج لزاهب الذي نجح في اقتناص الخنجر في شوط الجذاع القعدان. هنا يتقدم عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم وأيضا أشقائه الكرام. تهانينا لسفير آل جابر الوالد علي بن راشد بن جهيم. هنا راشد بن علي بن راشد بن جهيم وعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم وأيضا ربيع بن علي بن راشد بن جهيم. تهانينا أيضا لسفير آل جابر الوالد علي بن راشد بن جهيم على انتزاعه للخنجر. هنا يتقدم الوالد ناصر بن محمد بن الشنجل ومحمد بن ناصر الشنجل ومبخوت بن ناصر الشنجل لاستلام الشلفة الفضية لنوف التي استحقت عن جدارة وعن استحقاق الشلفة الفضية للثنايا البكار وجائزة المليونين ريال. تهانينا والناموس للشنجل على هذا الفوز. بينما الآن مراسم التتويج لمالكي شعشاع جار الله بن محمد بن عقيل وسالم بن محمد بن طالب بن عقيل وحمد بن محمد بن طالب بن عقيل وفهد ومبارك. تهانينا لهم جميعا على
فوزهم مع شعشاع في شوط الثنايا القعدان. تهانينا والناموس. تهانينا إذن للوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت وأبنائه الكرام على فوزهم مع شعشاع بالخنجر الفضي. هنا يتقدم جار الله بن حمد بن سالمين مالك الطائر الذي تألق وحضر بقوته الكبيرة لينتزع شوط الزمول وجائزة المليون ونصف المليون. تهانينا إذن لبن سالمين على هذا الفوز. وهنا عبيد بن حمد بن سالمين أيضا يرفع الخنجر. تهانينا والناموس لبن سالمين على هذا الفوز. تهانينا إذن لجار الله بن حمد بن سالمين مالك الطائر على فوزه وانتزاعه للخنجر الفضي. تأتي الآن مراسم التتويج لمالك شعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية وسلطان بن حمد بن خليفة العطية في لحظات استلامهم للسيف الرابع. تهانينا أيضا لمالك شعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية وللمضمر سعيد بن بطي الزعبي وراشد بن بطي الزعبي وغانم بن جاسم بن ربيعة الكواري. هنا سلطان بن حمد بن خليفة العطية يرفع سيف التحدي عاليا بعد تحقيق العبية لهذا السيف، وبالتالي يختتم شعار الجريان هذه المسيرة الناجحة في موسم 2017-2018